كان المفروض من الجهات المعنية مباشرة ما بعد التحرير الاهتمام بالواقع التعليمي في نينوى. كل البلدان التي كانت تعاني من الحروب وولايات الحروب كانت أولى أعمالها تتمخض في إعادة وترميم المدارس حتى نتطور بالواقع التعليمي، ولكن نحن في المرة العاشرة صورنا هذه المدارس. طبعا هذه عينة من مدارس كثيرة، 80% مدارس الأيمن مدمرة، ولكن لم تهتم الجهات المعنية بالتطور وبتطوير الواقع التعليمي المتردي في أيمن الموصل. شو اسم المدرسة؟ مدرسة الوليد. الوليد طبعا المدمرة صار لها كثير من يعني صار لها سنتين تقريبا. زين، احنا غير المفروض يعني الميزانية شيء منها حتى يعني نعمر المدارس حتى نطور واقع التعليم؟ اي طبعا، ما حدا يجي عليها، ما حدا يعمرها، ولا حدا حتى الانقاذ ما حدا شايله منها. ونريد هاي المدرسة ترجع، يعني العالم ترجع، المدارس المنطقة تحتها. ايه زين، هسه حاليا يعني حتى البيوت ممكن يرجعون، عوائلهم ترجع؟ إيه طبعا، العوائل اذا ترجع هنا ما تلاقي مدرسه ما ترجع. إيه طبعا، انا من الناس، انا بيتي والمدرسه هنا ماكو، على مد المدرسه ما ارجع. اخوي الناس والله العظيم، هاي الناس، هاي المنطقه كلها ما حد قاعد يرجع في سبيل المدرسه. مدرسه، شارع، كهرباء، خلاص هي رجعت. هسه اغلبيه المناطق هاي اللي بدتش ما قاعد يرجعون على مود المدرسه. لو اكو مدرسه يا له تخبر يا ابو، ليش ما تجي يقول والله مدرسه لحدنا ما سوى مدرسه الوليد، وهاي المدرسه انا ذاك بيتي مقابل المدرسه. اي نعم. كم ولد عندك؟ عندي ثلاثه. اعمارهم ايش قد؟ عندي خمسه وعندي ثمانيه وعندي 14. هم بالمدرسه؟ ايه. وين يداومون هسه؟ هسه حاليا وحولتهم بالشفاء. ايش قد بعيده عن بيتك؟ والله بعيده، حيل بعيده. بعيدة والله يا ابني. ايام المطر توديهم انت؟ والله بالمطر اوديهم واجيبهم، شو اسوي؟ شنو السبب اخي؟ شنو السبب؟ ما يعني المدارس كلها عمروها بس هاي ما عمروها، ليش؟ شنو السبب؟ ليش ما عمروها؟ لو ما بيها خمط هذه. هاي لو بيها خمط كانت عمرت من زمان، بس ماكو ميزان، الميزانية مال الدولة وينها؟ ايش قد يستلموا مليارات؟ وين الميزانية مال الدولة؟ يعني هاي المدرسة شنو؟ شي يريد يروح لها هو حياطين بس يعمرها فيها مال، هاي الصفحة كلها كاملة، بس هاي الصفحة. ليش ما يعمروها؟